بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم الصف الرابع الابتدائي ومادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هناخد مع بعض درس في قسم التاريخ. اتكلمنا وقلنا أن الوحدة الثالثة بتتكلم عن قسم التاريخ. طيب هناخد الدرس الأول في قسم التاريخ. الدرس الأول بيتكلم عن استقرار الإنسان المصري في الوادي. هنتكلم عن الإنسان المصري إزاي كانت معيشته في الوادي. طبعا دي تحت ايه عنوان الوحدة الثالثة اللي هي نشأة الحضارة المصرية القديمة. وزي ما احنا متعودين هنشوف الأهداف المطلوبة مننا ان احنا نحققها من خلال الدرس. بس قبل ما نعرف الأهداف المطلوبة مني، طبعا انتوا عارفين ان الحلقات دي بتتذاع على قناة مدرستنا اللي موجودة على اليوتيوب. شفت سؤال من طالب بيقول يعني ايه مناخ؟ عايز اوضح له الإجابة بتاعت السؤال بتاعه. معنى كلمة مناخ اللي هو الطقس أو الجو، الجو حوالينا أو جو بتاع البلد بتاعتنا عامل إزاي. الجو ده بنتكلم عنه إن كان الجو معتدل أو حار أو بارد شتاء ممطر معتدل شتاء، على حسب الدولة اللي احنا بنتكلم عنها المناخ بتاعها عامل إيه. فدي معنى كلمة مناخ. يا رب أكون وصلت لك المعلومة. وأي سؤال ممكن تسيبوه تحت الحلقات وأنا هجاوب عليه كل مرة إن شاء الله. نتكلم بقى عن الأهداف المطلوب مننا إن احنا نحققها. أول هدف مطلوب مني إن أنا أستنتج من خلال الدرس بتاعنا بعض القيم المصرية القديمة زي التعاون، المسؤولية، والولاء، والانتماء، والمشاركة. إن أنا أعرف القيم دي من خلال الدرس وأتعرف عليها إزاي المصريين كانوا بيتصفوا بالقيم دي. تاني هدف مطلوب مني إني أحققه أتعرف على الظروف الصعبة اللي عايش فيها المصري القديم. ما كانش عايش في ظروف سهلة أو أمان أو استقرار، لا ده كان عايش في ظروف صعبة وهنعرفها من خلال الدرس بتاعنا. تالت هدف أعرف أهمية الزراعة في حياة المصري القديم. ورابع هدف إن أنا أعرف أرسم الخط الزمني اللي يبين حياة الإنسان قبل معرفته الزراعة. أعرف إيه الحياة اللي عاشها الإنسان قبل ما يعرف الزراعة. نبتدي مع بعض الدرس بتاعنا. أول حاجة هتكلم عنها حياة التنقل والترحال. زمان المصري القديم كان عايش حياة تنقل وترحال، ما كانش عايش حياة مستقرة، كان عايش فوق الهضاب. يعني إيه الهضاب أو يعني إيه الهضبة؟ هي أرض مرتفعة، لا هي جبل ولا هي أرض مسطحة، أرض مرتفعة ارتفاع بسيط. كان بيعيش على الهضاب دي وكان بيتنقل من مكان لمكان على حسب المكان اللي متوفر فيه الغذاء بتاعه والمكان اللي بيحس فيه بالأمان. يعني ايه معنى الكلام ده او التعريف العلمي زي ما احنا متعودين ان احنا نعرفه؟ كان الانسان المصري في العصور القديمة يعيش فوق الهضاب ولا يستقر في مكان واحد، وكان دائم التنقل والترحال. طب هو ليه ما استقرش في مكان واحد؟ اكيد بتسأل نفسك وتقول ايه المشكلة لما هو لقى مكان كويس ويقعد فيه على طول ما يتحركش. كان بيتحرك على حسب الجو، لو هو جو شتاء او مطر كان بيحتمي في الكهوف وكان بيحتمي فيها برضو من ايه؟ من حر الشمس او الحرارة بتاعت الصيف. كان بيشوف المكان اللي فيه الغذاء بتاعه او متوفر فيه ويقدر يصطاد فيه علشان يقدر يعيش يتغذى، المكان اللي فيه نباتات او المكان اللي فيه مية. على حسب المكان اللي حاسس انه هو هيعيش فيه كويس كان بيعيش. يلاقي المكان ده ابتدى يقل حواليه الحيوانات اللي بيصطادها او ابتدت تقل حواليه النباتات، يبتدي يدور على مكان افضل ليه في المعيشة. في دماغك كده او في تفكيرك، هل دي حياة حلوة؟ حياة كلها خوف وقلق وعدم استقرار، هو مش حاسس باستقرار خالص. يبقى انا استنتجت ان حياة المصري القديم فوق الهضاب كانت غير مستقلة، كانت غير مستقرة، وكان في تنقل وترحال دائم من مكان الى اخر. ليه؟ عشان هو دايما حاسس بالخوف. حاسس بالخوف مثلا من هجوم الحيوانات المفترسة، حاسس بالخوف من الجو ان الجو يبقى شتاء او الجو يبقى فيه مطر فلازم ينتقل لمكان يحميه اكتر، الجو حر ينتقل لمكان ايه يحميه من حرارة الشمس اكتر. يبقى هو دايما حياته غير مستقرة وكان دائم الترحال. طيب وهو عايش ابتدى يتعلم حاجات ويعرف حاجات. كانت اول حاجة يتعلمها او يعرفها النار. عرف النار ازاي؟ عرف النار بالصدفة من خلال احتكاك حجرين مع بعض حصل منها شرارة. ابتدى يعرف النار، يحط الحطب تحت الشرارة دي ويبتدي يحرك الحجرين ويشعل النار. لما عرف النار استفاد ايه؟ استفاد ثلاث حاجات. اول حاجة انها كانت بتدفيه في الشتاء،
كان بيولعها عشان يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة أو هجوم الحيوانات، لأن الحيوانات لما بتشوف نار من بعيد بتخاف تقرب منها أساسا، وكان بيطهي عليها الطعام بتاعه. يبقى أنا عندي لما عرف المصري القديم النار بيستخدمها في ثلاث حاجات، أول حاجة طهو الطعام، تاني حاجة التدفئة، وتالت حاجة إبعاد الحيوانات المفترسة. طيب هو الحياة دي بالنسبة له مش مستقرة ومش عجباه، عشان حاسس بالخوف على طول والقلق على طول، كان بيدور على حياة الاستقرار. عرف الحياة الاستقرار إمتى؟ عرف حياة الاستقرار لما نزل الوادي. يعني إيه وادي؟ دي أرض مستوية وبتكون دايما قريبة من الأنهار على ضفاف النهر. فبالنسبة لنا إحنا بنتكلم عن المصري القديم، يبقى على ضفاف نهر النيل. ابتدى يعيش على ضفاف نهر النيل. عرف من خلال معيشته على ضفاف نهر النيل الزراعة، واستأنس الحيوان. يعني ايه استأنس الحيوان؟ يعني ابتدى يعيش مع الحيوان الغير مفترس زي الخرفان او الماعز، البقر، الحيوانات اللي هو يقدر يستفيد من لحمها والجلود بتاعتها، وفي نفس الوقت ما بتهجمش عليه، هي مستأنسة، يعني مش بتفترس الانسان او مش بتهاجم الانسان. تبدلت حياته من حياة التنقل والترحال إلى حياة الاستقرار. هو ليه استقر؟ لأنه تعلم الزراعة وعرف الزراعة، فابتدى يستقر في المكان عشان يرعى الزراعة بتاعته، يبتدي يرعى المحاصيل والنباتات اللي بيقوم بزراعتها والحفاظ عليها، لأنها تحتاج لعناية بصفة منتظمة أثناء نموها وبعد نضجها ليجني الثمار. طب هو عرف الزراعة؟ كان يعني اتولد عرف الزراعة؟ لا، برضو عرف الزراعة بالصدفة. كانوا السيدات أو النساء اللي بينزلوا عشان يجمعوا المحاصيل اللي هي الفاكهة اللي موجودة من غير زراعة في الأول، وهم ماشيين لو بذور أو بقايا أطعمة وقعت منهم، ابتدوا يلاحظوا إن في الأرض مكان البذور دي ما سقطت ابتدى يطلع زرع، فعرفوا الزراعة برضو بالصدفة. بس ابتدوا يراقبوا هل الزراعة دي، البذره اللي وقعت دي بذره ايه، وخدت وقت قد ايه، ومحتاجه ميه قد ايه عشان تطلع. ابتدى يلاحظ الزراعه بتاعته ازاي اتزرعت او ازاي طلعت وكبرت، فتعلم من هنا الزراعه. التجأ للزراعه بعد ما ابتدى يحس ان الحيوانات حواليه بتقل في المكان اللي هو فيه، ما هو بيصطاد 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 وياكل، ابتدت الحيوانات تقل، فالتجأ للزراعة ان هو يزرع المحاصيل اللي هي الثمار، يعني الفواكه والخضار والقمح، كل المحاصيل دي ابتدى يزرعها، او كل المنتجات دي ابتدى يزرعها ويستفيد منها في الايه، في الاكل للغذاء ليه هو وللحيوانات المستأنسة بتاعته. يبقى هو التجأ للزراعة لما حس ان الحيوانات بتقل من حواليه، ولما لقاها برضو بديل للايه، للحيوانات في الايه، في الاكل. طيب يبقى انا بعد حياة الترحال وحياة التنقل نزل للوادي وابتدت حياة الاستقرار. لما هو قعد على ضفاف النيل وابتدى يزرع، عمل ايه؟ خلاص هو مستقر، ابتدى يبني البيوت او يبني الايه، المنازل بتاعتهم اللي يعيشوا فيها. المنازل دي بناها ازاي؟ هل كان في طوب احمر زي اللي احنا بنبني بيه الفترة دي او اليومين دول البيوت بتاعتنا؟ لا، فكر ودماغه ابتدت تشتغل، خد التراب حط عليه مية، عملها طين وشكلها على شكل القوالب وعرضها للهواء عشان تنشف، وابتدى يعملها ايه، طوب اللي هو اسمه الطوب اللبن، يعملها بيوت، طوب على طوب ويرصها ويبتدي يعملها ايه، بيوت. عمل بيت، ابتدى يستقر هو وايه واسرته، شوية شوية في اسرة تانية جنبه عملت بيت واستقرت هي كمان، بعدها اسرة، وابتدينا نعمل قبائل، يعني قبائل واحد وابن عمه وابن خالته والأسرة بتاعته أو قرايبه عملوا قرية، ومن القرى دي القبائل دي اتعمل قرى. يبقى لما استقر الإنسان المصري القديم في الوادي عمل بيوت، وعمل من خلالها قبائل لما ابتدت يزيد البيوت دي، وبعد كده كونوا قرى. طيب تعالى نعرف هم لما استقروا عمل ده كله ايه اللي حصل. خلاص اتنشأت القرى والمدن، نعرف التعريف العلمي ليها الأول قبل ما نتنقل على الفقرة اللي بعدها. نشأة القرى والمدن، مع مرور الزمن كثرت المباني وظهرت التجمعات البشرية اللي هي القبائل والقرى، وبدأ معها الانتماء للأسرة والقبيلة
والقرية والمدينة التي يشعرون بأنهم جزء منها والولاء للأرض التي يعيشون عليها ويخلصون لها ويحبونها. يبقى هو لما عمل أسر وبقى ليه جيران وقرايب حواليه حس إن الأرض خلاص دي بتاعته، ما بقاش حابب حياة التنقل والترحال. يعني انت لو عندك بيت وقاعد فيه مستقر، هل هتحب ان انت كل اسبوع او كل شهر تتنقل في مكان؟ لا خلاص، ده بيتك، ده مكاني، مش عايز اسيبه، خلاص رتبت حياتي على الايه، على المكان ده. ابتدت ايه صفه الولاء تبقى موجوده عندهم، انا في جيراني، في اهلي، في ارضي اللي برعاها، في الحيوانات بتاعتي اللي انا ايه بستفيد منها وباخد بالي منها. خلاص حياه الاستقرار بقت ايه، حياه بالنسبه لي هاديه وحاسس بسلام فيها. طيب لما الانسان عرف الزراعه، الموضوع ده ساعده على ايه؟ انا عرفت الزراعه اهو، المصري القديم عرف الزراعه، اول حاجه قلت لك ايه، اول ما عرف الزراعه عمل ايه؟ استقر في المكان اللي ابتدى يزرع فيه او الارض اللي ايه اللي زرع فيها. بعد الاستقرار هو كده استقر في مكان واحد عشان يقوم بالاعمال الزراعيه ويرعاها وما تموتش منه. انا لو انا الزراعه بتاعتي ما خدتش بالي منها ورحت مكان تاني ممكن ارجع الاقيها ميته، هي محتاجة مراعاة، مثلا مية على فترات معينة، أشوف لو في زرعة ماتت أحاول أعالجها. يعني أنا براقبها، براقب الزرعة دي زي بالظبط أنت لما كان مطلوب منك أن أنت تجيب في العلوم أو أي مادة عايزين يعلموك الزراعة، كنا بنجيب حبوب الحلبة ونحطها على قطنة ويقولك ارعى الزرعة دي، أنت اللي كنت بترعى الزرعة بتاعتك وتاخد بالك منها وكل شوية تراقبها عشان إيه؟ عشان ما تموتش منك. نفس الوضع، هو الزراعة بتاعته ابتدى يراقبها واستقر جنبها عشان يطلع المحاصيل ويستفيد منها. يبقى أول حاجة ساعدت الإنسان لما عرف الزراعة الاستقرار، ابتدى يستقر بعد حياة الترحال والتنقل. تاني حاجة بنى المساكن بتاعته أو البيوت اللي هيعيش فيها. طبعا المساكن دي خليته إيه، يتقي الحر بتاع الصيف ويتقي البرد بتاع الشتاء. يعني ايه بناء المساكن؟ عشان يقيم فيها بالقرب من مناطق الزراعة وكون أسر أو كون أسرة. تالت حاجة التعاون، علمته التعاون، الزراعة علمته التعاون، هو ما يقدرش يجيب حتة أرض كبيرة ويزرعها لوحده، الأسر اللي كانت جنبه كانوا بيساعدوا بعض وبيتعاونوا مع بعض عشان يزرعوا قطعة الأرض اللي هم ايه بجوارهم أو اللي استقروا جنبها. التعاون اللي هي القيام بأعمال الزراعة، وده بيتطلب تكاتف وتعاون الناس مع بعضها. ساعدهم كمان على ايه؟ انه يتحمل المسؤولية، هو تحمل مسؤولية بيته وأرضه وأهله. يبقى شعر الإنسان بالتزامه تجاه زراعته وكيفية الحفاظ عليها والتزامه نحو أهله وأسرته وجيرانه. ما يقدرش خلاص بعد حياة الاستقرار يروح لمم حاجته ماشي يروح تاني يعيش في التنقل والترحال ويسيب أهله وجيرانه وأرضه، لا هو حاسس بالمسؤولية، ما ينفعش أسيب الناس دي. تمام. بعد من الحاجات برضو اللي ساعدت الإنسان بعد الزراعة الانتماء، حس بالانتماء اللي هي شعور الإنسان بأنه جزء من المجتمع اللي بيعيش فيه، لا المجتمع بتاعه يقدر يستغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عن المجتمع بتاعه. سادس حاجة الولاء، شعور الإنسان بالحب والقرب تجاه الأرض التي عاش عليها. زي ما أنت كده بتحب بلدك، مهما لفت الدنيا ومهما سافرت أنت بتحب بلدك، بتحب أرضك. هو نفس الموضوع، أنا دي أرضي، دي حياتي، أنا حاسس بالولاء ليها، ما أقدرش أبعد عنها وحتى لو بعدت هرجع. يبقى احنا عندنا ست حاجات ساعدت الإنسان إيه بعد ما عرفت إيه الزراعة. ايه هي الست حاجات دي؟ نراجعها تاني في السريع كده مع بعض. الاستقرار، بناء المساكن، التعاون، والانتماء، والولاء، والمسؤولية. طيب بعد ما عرفنا ايه اللي ساعد الانسان او معرفة الانسان على الزراعة، او بعد ما تكتشف الزراعة ايه الصفات اللي اتصف بها الانسان، هنتكلم عن كم نتيجة كده مترتبة على الأسئلة اللي احنا قلناها أو الشرح اللي احنا قلناه. لو لاحظنا الدرس ده فيه نتائج مترتبة كتيرة على كلام احنا قلناه. يعني ايه؟ أول حاجة لما اجي أقولك اكتشاف المصري القديم النار، لما اكتشف النار ايه اللي حصل؟ هو ايه؟ حصل له ثلاث حاجات، ساعدته على ثلاث حاجات، التدفئة وطهي الطعام وإبعاد الحيوانات المفترسة. يبقى أنا ممكن يجيلي سؤال
يقول لي ايه النتيجة المترتبة على اكتشاف المصري القديم للنار. هتجاوب بتقول استخدامها في طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. ممكن يجي سؤال يقول لك برضو ما النتائج المترتبة على حياة المصري القديم فوق الهضاب. لما كان المصري القديم عايش فوق الهضاب كان ايه اللي بيحصل له؟ او ايه النتائج اللي ترتبت على معيشته فوق الهضاب؟ عاش حياة تنقل وترحال، عدم استقرار، وكان كمان عايش على صيد الحيوانات. يبقى انا عندي ثلاث حاجات كان عايش ايه عليهم في الفترة اللي هو كان عايش فيها فوق الهضاب. ان هو كان عايش حياة تنقل وترحال بحثا عن الصيد الحيوانات، وكانت حياته غير مستقرة، وبالتالي برضو كان فيه خوف وقلق وعدم امان. ممكن يجي سؤال ثالث يقول لك ايه المعرفة ايه النتائج المترتبة على معرفة الانسان المصري القديم للزراعة؟ لما عرف الزراعة ايه اللي حصل له؟ تبدلت حياته من التنقل والترحال الى الاستقرار. اول ما عرف الزراعة ابتدى يعيش جنب الارض اللي بيزرع فيها. يبقى عندي تبدلت حياته من التنقل والترحال الى الاستقرار لرعاية المحاصيل. ايه النتائج المترتبة على نزول المصري القديم الى الوادي؟ لما نزل الوادي وابتدى حياة الاستقرار، ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ ان هو عرف الزراعة واستأنس الحيوانات. معرفة الانسان الزراعة واستأنس الحيوان. طيب لو احنا قلنا هو احنا اكتشفنا النار ازاي، مركز معايا، وقلنا الورقة والقلم ما ننساهمش. لما اكتشف النار او اكتشف النار ازاي؟ اكتشف النار بالمصادفة عن طريق احتكاك الصخور ببعضها. في معلومة مهمة عايزاك تعرفها وتاخد بالك منها، ان حياة الانسان تطورت في الفترة دي. اول حاجة ان هو ابتدى يعمل ادوات استخدمها في الزراعة. لو تفتكر في الدرس الاول لما اتكلمنا عن العصر الحجري وقلنا ان هو كان بيعمل من الحجارة الفأس عشان يقطع بيه الاشجار، وكان بيعمل السكينة عشان يتعامل معاها، وكل ادوات الزراعة عملها في الفترة دي وابتدى يستخدمها في الزراعة. اتعلم كمان في الفترة دي ان هو يعمل الملابس من الكتان وجلود الحيوانات. هو كان عايز برضو يستر نفسه او يعمل ملابس لنفسه تدفيه في الشتاء، كان بيعملها من خلال ايه؟ جلود الحيوانات، وكان بيعملها من الكتان. طب الكتان ده كان بيعمله ازاي؟ في نبتة او بذرة اسمها بذرة الكتان، دي بيزرعوا بيها الكتان، نبتة اسمها الكتان، كان من خلال النبتة دي بيعمل الملابس. واكتشفوا في متحف في لندن في ثوب او لبس الطفل عنده 10 سنين تقريبا كان معمول من الكتان، واكتشفوا ان هي من اوائل الملابس اللي اكتشفوها في العالم، اقدم الملابس، يعني اقدم الملابس كانت موجودة او اللي اكتشفها او اللي عملها المصري القديم، كانت معمولة من الكتان، وكانوا بيلونوها من صبغات النباتات، الصبغة بتاعت النباتات كانوا بيلونوا بيها الملابس. عرف كمان في الفترة دي او كان بيعمل التماثيل من الطين والصلصال. احنا قلنا ان كان في اثار شكل التماثيل، هي دي التماثيل اتعملت برضو في الفترة دي، اتعملت من ايه؟ من الطين والصلصال. طب الصلصال عرفوا ازاي او عملوا ازاي؟ الصلصال اللي هو اساسه يعني او النتيجة بتاعته الفخار. الصلصال ده كان بيجيب طين اللي هو التراب او الطين، ويبتدي يشكل الشكل اللي هو عايزه، ويطلقه في الهواء ينشف، وبعد كده يدخله الفرن يبقى فخار. فكانوا بيعملوا التماثيل بتاعتهم بنفس الشكل. في الفترة دي عرفوا او عملوا ادوات استخدموها في الزراعة، عملوا الملابس بتاعتهم من الكتان وجلود الحيوانات. عايزك تنتبه كويس قوي للمعلومات اللي انا بقولها لان هتجيلك اسئلة فيها. وعملوا التماثيل من الطين والصلصال. يعني لو جيت قلت لك هو عمل التماثيل من الحجارة هتجاوب تقول ايه؟ هتقولي لا، هم عملوا تماثيل من الطين والصلصال. طيب تعالوا مع بعض على البورد ناخد كام سؤال كده مع بعضنا، نراجع نشوف احنا مركزين ولا لا. عايزه اشوف مين فيكم اللي مركز معايا من اول الدرس ومين اللي التركيز عنده ضايع. اكتب علامه صح، اكتب كلمه صح امام العبارات الصحيحه وكلمه خطا امام العبارات الخاطئه. هنكتب كلمه صح وكلمه خطا. ليه مش هنعمل علامه صح؟ عشان في اوقات بنلخبط لما نيجي نعمل علامه صح ونروح عاملين غلط،
ما بيبقاش عارف الايه المدرس هي صح ولا غلط. فهنكتب الكلمه. اول حاجه، بعد استقرار الانسان المصري نشات القرى ثم المدن. كانت حياه المصري القديم مستقره فوق الهضاب. عرف المصري القديم النار واستخدمها في طهي الطعام والتدفئه. صنع الانسان المصري التماثيل من الطوب اللبن. صنع المصري القديم ملابسه من جلود الحيوانات فقط. تعالى كده نحلهم مع بعض. اول حاجة، استقر الانسان المصري بعد استقراره نشأت القرى ثم المدن. الكلام ده صح ولا غلط؟ يبقى انا بعد حياة التنقل والترحال واستقر عمل مدن وعمل قرى، صح، ده كلام صح، يبقى نكتب صح. تمام، زي ما انت شايف قدامك كده هتكتب كلمة صح. كانت حياة المصري القديم مستقرة فوق الهضاب. هو لما كان عايش فوق الهضاب كانت حياته حياة استقرار ولا كانت حياته ايه؟ اللي قال الغلط يبقى برافو عليه. كانت حياته حياة تنقل وترحال وغير مستقرة، يبقى كانت حياة المصري القديم مستقرة فوق الهضاب. في الحالة دي هقول خطأ. تمام؟ عرف المصري القديم النار واستخدمها في طهي الطعام والتدفئة. هو لما عرف النار قلنا استخدمها في كام حاجة؟ استخدمها في ثلاث حاجات، طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. يبقى الكلام ده صح، هو استعملها في طهي الطعام والتدفئة. لو كان الإجابة قال لك فقط، احنا قلنا ثلاث حاجات، هو قال اتنين بس وما قالش فقط، يبقى هو الكلام ده صح. لكن لو كان قال فقط كنا هنقول خطأ. مركز معايا في الحتة دي. يعني لو كان قال عرف المصري القديم النار واستخدمها في طهي الطعام والتدفئة فقط، في الحالة دي كنا هنقول الإجابة بتاعتنا خطأ، لان هي مش فقط، هما ثلاث حاجات وهو قال لنا حاجتين، لكن ما قالش فقط وسكت، يبقى هو صح. صنع الانسان المصري التماثيل من الطوب اللبن. هو صنع التماثيل من ايه؟ او احنا قلنا هو الطوب اللبن عامل بيه ايه؟ الطوب اللبن بنى بيه البيوت، لكن التماثيل صنعها من ايه؟ قلنا من الطين والصلصال، يبقى الكلام ده خطأ. صنع المصري القديم ملابسه من جلود الحيوانات فقط. خد بالك بقى من كلمة فقط دي، هو لما صنع ملابسه صنعها من جلود الحيوانات بس ولا صنعها من جلود الحيوانات وحاجة تانية؟ احنا قلنا في ايه تاني؟ قلنا في الكتان. يبقى هو صنع الملابس بتاعته من جلود الحيوانات والكتان. لما قال لي كلمة فقط في الحالة دي هقول خطأ، لان هو صنعها من حاجتين. لكن لو كان قال من جلود الحيوانات وسكت كنا هنقول صح، لكن عشان قال فقط وحددها هنقول ان الاجابه بتاعته خطأ. تمام، مركز معايا. نتنقل على المرحله اللي بعدها او الاسئله اللي بعدها. اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. هنجيبهم كلهم ونرجع نحلهم مع بعض. أول عبارة بتقولك عاش الإنسان في العصور القديمة فوق الهضاب حياة. هي كانت الحياة بتاعته شكلها إيه؟ مستقرة ولا دائمة التنقل ولا كان عايش في سلام ولا في هدوء؟ هو كان عايش في هدوء أو سلام؟ هو كان عايش حياة دائمة التنقل والترحال على حسب المكان اللي هو هيلاقي فيه الغذاء بتاعه. يبقى في الحالة دي دائمة التنقل. تمام؟ بنى المصري القديم مساكن للإقامة من. لما بنى البيوت بتاعته بناها من إيه؟ قلنا من الطوب اللبن اللي قال كده، برافو عليه ومركز. تالت عبارة بتقول شعور الإنسان بالتزامه تجاه زراعته يسمى. هو لما عمل الزراعة أو لما ابتدى يزرع دي كانت إيه بالنسبة له؟ كانت مسؤولية عليه، كان المفروض إن هو يبقى مسؤول عن قطعة الأرض اللي إيه اللي بيزرعها. يبقى هو الشعر بالايه؟ بالمسؤولية. صنع المصري القديم ملابسه من. الخامة اللي صنع منها المصري القديم ملابسه قلنا ان هما خامتين. فكر معايا، كانت جلود الحيوانات والكتان. هنشوف فيه جلود الحيوانات لا، بس الكتان موجودة. تمام؟ خامس عبارة بتقول عندما استقر الانسان المصري القديم عرف ايه؟ لما استقر ونزل للوادي وساب حياة الهضاب اللي هي تنقل وترحال،
استقر ونزل عرف ايه لما نزل الوادي؟ عرف الزراعه. طبعا هو ما كانش لسه الصناعه ولا التجاره ولا التعدين. التعدين الحاجه المتعلقه بالمعادن. اخر عباره بتقول عاش المصري القديم في بدايه حياته فوق. اول ما عاش، عاش فين؟ فوق المنخفضات ولا الجبال ولا الهضاب ولا السهول؟ اللي قال الهضاب برافو عليه. تعالوا مع بعض نكمل الدرس بتاعنا. عايزاك تقارن بين الصورتين ده اللي هيظهروا قدامك دلوقتي، حياة المصري القديم فوق الهضاب وحياة المصري القديم في الوادي. احنا الدرس بتاعنا كان بيتكلم عن حياتين للمصري القديم. حياة كانت فوق الهضاب، وقلنا ان الهضاب دي لا هو جبل ولا هو ايه منخفض او ايه او مستوي، دي منطقة عالية شوية او مرتفعة شوية. والوادي اللي هي كانت على ضفاف النيل. لو احنا عملنا مقارنة بين الصورتين هنقول ايه؟ هنقول ايه في حياته فوق الهضاب وحياته في الوادي؟ هنبتدي واحدة واحدة. فوق الهضاب كانت حياة تنقل وترحال، وفي الوادي كانت حياة استقرار. فوق الهضاب كان غير يعني مش حاسس بالأمان أو حاسس بالخوف والقلق على طول، لكن في الوادي ابتدى يحس بالإيه؟ بالأمان. في الوادي كمان اتعلم إيه؟ اتعلم الزراعة. في الهضاب كان بيصطاد الحيوانات. في الوادي استأنس الحيوانات وابتدى يحس بحياة الاستقرار والولاء والانتماء. كل ده ابتدى يعرفهم ايه لما عرف حياة الاستقرار ولما عرف الزراعة. يبقى أنا عندي لما اجي اقارن هقارن هنا عدم استقرار في اللي هو فوق الهضاب، هنا مستقر، هنا خوف وقلق، هنا ابتدى ايه حياة الاطمئنان وحياة الايه الهدوء. تمام. طيب تعالى نتكلم عن مراحل استقرار الانسان في الوادي. اول ما نزل الوادي ابتدى يعدي بمراحل. دي مراجعة تعتبر على فكرة للدرس بتاعنا. اول حاجة حس بيها ايه؟ التنقل. اول مستقرار قبل ما ينزل الوادي كانت حياته تنقل وترحال. فوق في حياة التنقل والترحال عرف ايه؟ عاش فوق الهضاب، عرف النار، وكان بيصطاد الحيوانات. يبقى انا الفترة اللي كان عايش فيها تنقل وترحال كان عايشها اولا كانت فوق الهضاب، عرف من وهو فوق الهضاب عرف النار واصطاد الحيوانات وتعلم صيد الحيوانات. طيب لما عرف النار استخدمها في ايه؟ استخدمها في الطهي، في ابعاد الحيوانات المفترسة، وفي التدفئة. بعد حياة التنقل والترحال اول ما نزل من الهضاب ايه اللي حصل؟ حياة الاستقرار ابتدت، اللي هي كانت في الوادي على ضفاف النيل. بعد حياة الاستقرار ابتدى ينشئ المدن والقرى. مراحلها كانت ايه؟ مراحلها كانت ان هو لما جفت الهضاب، يعني ايه جفت الهضاب؟ ابتدى المطر او المياه ما تبقاش موجوده، ابتدى الحيوانات تقل من حواليه، فاضطر ان هو ينزل للوادي. نزل للوادي، بعد ما نزل للوادي عرف الزراعه، بعد ما عرف الزراعه بنى المساكن، وبعد ما بنى المساكن استأنس الحيوانات وابتدت حياه الاستقرار وابتدى يعيش طبيعي في هدوء واستقرار. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، واشوفكم على خير الحلقه الجايه.